خلينا نرد على التليفون. لا لا ما ينفعش ولا ممكن. وانا لحقت اسال. مساء الفل. انت شايل؟ لا انت شايل. انت بقى ولا حبيبي ولا انت ربيت عداوه شكلك؟ ما عملتش قصه حب. عداوه مش عداوه مش عداوه. امال عملت ايه؟ قول لي. لو في عداوه انا يمكن منفصلين زياده عن 12 13 سنه دلوقتي. لو في عداوه كنت عرفتك راح، بس لغايه دلوقتي بحبها بجد. اللي بيحب بجد. طب انت اتجوزت تاني ولا ما اتجوزتش تاني؟ بص انا هقول لك على كل حاجه بس اللي بيحب بجد من جواه ما بيعرفش يشوف البني ادم اللي قدامه ويبقى عاجز. يبقى عاجز. يعني مفيش مشاعر تجاه، يعني ما تتحركش. انا بحب بني ادم من جوايا حبيبي. مصدقك والله ما قلتش حاجه. انا بحب بني ادم، انا بحب واحده دلوقتي. هنبقى اصحاب ازاي؟ هنبقى اصحاب ازاي لما تيجي تحكي لي ان هي اتخطبت او اتجوزت او في مشاكل مع جوزها او ازاي هتشوف كل المشاكل الكلام ده وهتستحمله ازاي؟ مش هتعرف. طب ما تحكي لي كده، يعني عارف ما تخش لي في الموضوع. او مبدئيا انت متجوز؟ بص تامر، انا متجوز اربعه. متجوز اربعه؟ متجوز اربعه. والاربعه يعني اكزيستنج، يعني الاربعه جنب بعض موجودين ولا واحده ومشيت؟ لا 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 الاربعه. وانت بتحكي لي على قصه حب خمسه بقى بقت ما ينفعش تبقوا صحاب؟ لا بص تامر، الموضوع مش كده خالص. طب اتفضل. الموضوع في جاز كده، انا حبيت من وانا صغير، كنت لسه في الثانويه العامه. ارتبطت ببنت حب ليها قوي. طلعنا الكليه مع بعض. انا ظروفي الماديه ما كانتش ميسره، والدي اياميها كان متوفى، فكنت انا كبير، فكبير عيله وكبير بيت ولازم نشتغل ولازم ندرس ولازم ولازم ولازم. ولازم ترتبط بالبنت اللي بتحبها وتخطبها وتمام حاجات. فاهم الضغوط دي. واحد. خلاص. طبعا الظروف، طبعا انا اتقدم لها وخطبتها وكل حاجه. بس اهلها بقى رفضوا. ازاي هتعيشوا؟ ازاي هتعملوا ايه؟ هتخلوا ايه؟ هتسووا ايه؟ لدرجه ان هي جت في يوم وقعدت اتكلمت معايا كده وش. انا ماما بتقول لي الحب مش كل حاجه، عشان مش هياكلك حب، مش هشربك حب، مش هعيشك حب. قلت لها بنتي احنا لسه في الشغل. فمعلش كل شيء اسمه نصيب. وسابتك. عارف. عشان ظروفك ما تساعدش ان يبقى في جواز. عشان ظروف الماديه. طيب وقالت لك خلينا اصحاب ولا قالت لك ايه؟ مفيش صحاب. ما قالتلكش حاجه خالص؟ قالت لك بالسلامه يعني مبدئيا. خلص الموضوع. الموضوع خلص على كده. ده بعد كده. بعد كام سنه حب؟ بعد سبع سنين. سبع سنين؟ سبع سنين. قعدنا ثلاث سنين ثانويه عامه، وقعدنا اربع سنين كليه، وفيهم ثلاث سنتين. طب اسالك سؤال؟ انت كده خلاص القصه دي وخلاص، وهي سابتك ومشيت خلاص، انت كده الموضوع ده اتقفل صح؟ عشان اسال بقى في الجديد. لا 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 كل واحد راح لحاله. بس خلاص. انت لو شفتها دلوقتي، انت بتشوفها دلوقتي بتهتم انك تعرف اخبارها؟ عارف بشوفها بيحصل لي حاجه غريبه. حاجه غبيه كده. عارف انت لما تكون بتتكهرب. تتمنى انها تكون مراتك؟ كنت. دلوقتي؟ لا دلوقتي الحب حاجه، وانك تيجي على نفسك عشان حد باعك وتبقى لسه عايزه حاجه ثانيه. كرامتك. خلي بالك برضه هي عندها مبرر ان هي شاريه، بس ضغط الاهل. انا عايز اقول لك اللي هي عملته ده وصلتني لمرحله. هم كان عندهم بيت كبير. وانا ربنا كرمني لمرحله ان انا اشتريت البيت ده. ايوه. وانت وقعت بقى في الكلمه دي. انا عمال انكشك بالراحه كده عشان انا عايز افهم تاثير القصه دي ايه. ما انا بقول لك يا تامر. لا بس انت كده خدت الموضوع تحدي بقى. انت خدت الموضوع ده كاثبات للذات، فقعدت اقول لا انا عايز اكون. بص هي علت مني اللي عملته. لا حلو. بس خلي بالك ثواني، ما تقولش هي علت منك. لا انت تفكيرك تفكير ايجابي، اخذ موقف سلبي حوله لا انا مش هكون بالشكل السيء اللي هم فاكريني بيه، انا هنجح وهثبت لهم نفسي. غيرك ما بيفكرش كده. فاحنا لازم نشوف ايه نقطة القوة اللي عندنا ونشجعها ونكمل. بس اسأل جميل. سؤال تاني اهم من اللي قبليه. إيه هل دي لها علاقة بالاربعة الموجودين؟ لا لا خالص. انا لكن انا ربنا كرمني. انا حلمي او امنيتي ان انا يبقى عندي اولاد. ف انا اتجوزت مره وربنا كرمني، المره الثانيه ما حصلش نصيب، ولسه برضه لسه ما حصلش نصيب. الزوجه الثالثه ربنا كرمني فيها باولاد. خلاص انت بتتجوز عشان تجيب اولاد؟
ايه؟ انت بتتجوز عشان تجيب ولاد؟ بص عندي 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 فكره كده مش كل الناس هتفكر فيها. انا احترم اي فكر ما دام انت بتعمل فكر في النور وانت مؤمن بيه فانا بحترمه مبدئيا يعني. اللي هو انا نفسي في اولاد كتير، فمفيش زوجه هتقدر تبقى عندها اربع خمس اولاد تخلي بالها منهم وتعلمهم كويس وتخلي بالها من بيتها ومن جوزها وكل حاجه. فكل الزوجه لو جابت لها طفل او اتنين بقى عندي الاولاد وعندي التربيه كويسه وعندي كل حاجه. دي فكره بتاعتي بس. تحترم عليها. بس سؤال بقى بس. إيه ليه عايز ولاد كتير؟ إيه احنا صعيدة بنحب الولاد الكتير. انت وحيد؟ لا لا احنا خمس اولاد. طب هل انت قريب من اخواتك؟ جدا. انا الكبير بتاعهم وبيت عيلة وكل حاجة وفوت فيهم ووالدتي عايشة معايا في نفس البيت اللي هو زوجتي الاولانية عايشة فيه معايا. وخدهم شقة كبيرة 600 متر وكلنا قاعدين فيها مع بعض. 600 متر؟ كلكم فيها؟ طب سؤال. مش كلنا والدتي وزوجتي الاولانيه فقط دولتي. والباقي فين؟ لا ده كل واحد مستقل بذاته طبعا. طب سؤال تاني، هل انت من الاشخاص اللي انت حاطط نجاحك واستثمارك في حياتك في ولادك؟ يعني انت بتسوى؟ طبعا انا عندي مدرسه ومدير مدرسه، انا مدير وصاحب مدرسه. استثماري في ولادي في كل حاجه، في التعليم، في كل حاجه. كل حاجه ولادي هم راس مالي. طب اخر حاجه معلش، هل الزوجه من الزوجات الاربعه انت اتجوزتها مش عن دافع حب اكتر ما هو عن دافع انها تكون ام لاولادك؟ لا بص هو انا لو ما اعجبتش بحد ما كنتش اتجوزت. اوكي، يعني انت لازم يكون في القبول ولا يكون في الحب. طبعا. بتعرف تعدل ما بين الاربعه؟ عشان مش لاقي الحته اللي جوايا اللي انكسرت مع الانسانه الاولانيه، اللي هو الاحساس الجامد قوي ده اللي ما قدرتش الاقيه تاني. قادر اعدل وقادر ابسطهم وقادر اخليهم. طب مين في واحده من الاربعه اقرب ليك؟ في ايه؟ في واحده من الاربعه اقرب ليك؟ في واحده قريبه قوي ليك؟ عندي زوجه اكبر مني سنتين او ثلاث سنين، سنتين ونص. دماغها ما شاء الله عليها، ربنا يحفظها لي يا رب. هي لما احب افكر احب اكون داخل على موضوع مشروع بيزنس حاجات كتير برتاح في الكلام والتفكير معاها. طيب. ده ما يمنعش ان انا بتكلم مع التانيين، باخد رايهم، بنتشارك كلنا سوا. كل حاجه الحمد لله يعني. ممكن اقول لك حاجه قبل ما اقفل؟ حبيبي اتفضل. معجب بتفكيرك. غريب بس يحترم. دي حياتك تعيشها بالطريقه اللي انت عايزها ما دام انت قادر وما دام ان انت هتقدر. اسمعني اقول لك، بس اسمعني، استنى. فما دام انت قادر تصون كل شخص بقى مسؤول منك، فانت ما نقدرش يعني نعدل عليك او اقول لك رايي، عشان رايي هنا مش مهم. ما دام هي ما هو انا ما عنديش حاجه اسمها صح وغلط، هو في الحلال والحرام. بس انا في حاجه انا ملاحظها في كلامك من ساعه ما احنا عمالين نتكلم. الحاجة ديت هي كالآتي، انت بتوزن كل حاجة تفكيريا قوي، بتوزن كل حاجة بمنطق قوي، مشاعرك بتحركها بحدود، وصفك لكل الافراد من الاربع سيدات وصف ليه كله بحسابه. في قبول، في اللي برتاح لتفكيرها، بس ما قلتش كلمة بحب قد ما انت اتكلمت على العلاقة الاولانية اللي ما نفعتش. فحاجة هقولها لك واحدة بس، ساعات الفشل في العلاقات او الممنوع اللي احنا بنمر بيه ده، ممنوع ومش هنعرف نحصل عليه، بنقول ان هو ده كان حب حياتي. بس هقول لك على حاجة، حب حياتك هم الناس اللي في حياتك اللي قبلك كده وموافقه عليك كده وبتعمل كل حاجة بتديها لك بدون مقابل، عشان انت بالنسبة لهم اهم حاجة. اللي بيحب بيعمل، ولو كانت القديمه دي كانت فعلا بتحبك زي ما انت بتقول وحركت الحته اللي جواك اللي انت خفت عليها بعد كده وقفلت عليها، دي كانت حاربت ووقفت وقالت لا، ووقفت معاك وسندتك وبنتك. التلخيص لمكالمتك هي حاجه واحده، انت شخص ناجح، خليك على طريقك، كمل، برافو عليك. بس حب اللي موجود اكتر من كده، عشان هم بيحبوك قوي، عشان اللي يوافق على الوضع ده هو واحد بيحب قوي. عشان انت بتحب، هقول لحضرتك حاجه بسيطه كده في اختصار. انا بحبهم جدا لدرجه ان انا ما اقدرش استغنى عن اي حد فيهم في اي حاجه في حياتي. والحمد لله موصل لهم ده قوي،
بس في فرق يا تامر بين ان انا بقول لك في حته كده، الحته دي حتى انت لما سالتني قلت لي تتمنى ان هي تبقى، قلت لك لا مفيش فرق في حاجة. اللي بيحب ما بيميز. الحب ده ما بنعرفش نقول اصل ده الحب بالطريقه دي ولا الحب بالطريقه دي ولا بالطريقه دي، بيبقى في نضوج في الحب مش اكتر. بقول لك ايه، مفيش احلى من الكلام ده نختم بيه. انت نورتني وانا بشكرك جدا، ميرسي ليك. الاغنيه دي ليك.